Assalamu alaikum. Hello again. So let's see the new course, which is a reported speech. هذا الدرس اللي هو مليون في المية كيتحط في الامتحان، ميمكنش ما يكونش. يلا لبقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو، انا كنضمن لكم انه الدرس ان شاء الله غادي يكون مفهوم مليون في المية. يلا اول حاجة غادي نشرحوا العنوان. شنو معنى reported speech؟ To report معناتها تنقل. يعني شنو هي speech؟ هو جاي من الverb to speak. Reported speech يعني نقل الكلام أو نقل الخطاب أو الكلام اللي سمعتيه في الامتحان. كيعطيك direct speech يعني الكلام اللي تقال الأصلي، أنت كتكون مطالب أنك تنقله، تقول أنني سمعت هاد الشيء اللي سمعت. أوكي، هنا كيكون تغييرات ديال التنسز. المهم هاد الدروس كاملين كيكون مبنيين على التنسز. اللي ضبط التنسز مزيان وفهمهم وكان ضبطهم راه ما يمكنش ما يفهمش reported speech والpassive voice والconditional. الناس اللي ما شافوش التنسز يرجعوا القناة، راني مشروحين التنسز بالتفصيل وبالتدقيق، زعما بالطريقة تفصيل الممل. يرجع لاشين سمع مزيان الفيديو ديال تنسز باش تبع معنا reported speech. يلا هنكملو. قلنا reported speech كنحتاجو فيه تنسز. شوفوا معايا داك الطابلو، نمشيو جملة بجملة ومثال بمثال، وان شاء الله غتكون الامور كلها واضحة وميسرة. present simple، نفرضو عطاك في الامتحان جملة اللي هي عبارة عن present simple، يعني الverb مصرف present simple. مثلا she always wears a dress، هذيك wears يعني كتلبس، هي دائما كتلبس، ترتدي wears wears her dress. هذه الجملة اللي غيعطيك في الامتحان، انت كتقلب على الverb فاش مصرف وكتسطر عليه. علاش؟ الا عطاك في الامتحان verb مصرف present simple انت غتردو past simple. هذه قاعدة. يعني شنو غيرجع؟ he said that she always wore، الverb صرفناه في past simple، هذاك راه irregular ما زدنالوش ed في الاخر. يعني القاعده الاولى، لعطاك الverb مصرف present simple انت غادي تحولو past simple. صافي، دابا غنشوفو present continuous. نفس الجمله غادي نبقاو نخدمو بها باش الامور تجيكم سهله. present continuous، she is wearing، the verb to wear صرفناه continuous، عطالينا is wearing a dress now. شنو انت غادي دير؟ you have to conjugate the verb in the past continuous. اذا الى عطاك الفعل نهار الامتحان مصرف present continuous، انت خاصك تحولو past continuous، غادي يرجع لك was wearing. اذا is wearing كترجع was wearing. نشوفو present perfect simple، she has worn مصرفة past participle. ال present perfect simple كيرجع لينا past perfect simple، has worn رجعت had worn. صافي، has worn in the present perfect simple رجعت had worn in the past perfect simple. Let's move to the present perfect continuous. نفس الجملة إلى صرفناها present perfect continuous، has been wearing. Present perfect continuous كيرجع past perfect continuous، had been wearing. So has been wearing، had been wearing. نشوفوا تحت دوك لي فيرب كيفاش صرفناهم، كيفاش تحولوا. wears simple present، wore past simple، is wearing present continuous، was wearing past continuous، has worn present perfect simple، had worn past perfect simple. present perfect continuously هو has been wearing، كترجع لينا past perfect continuous had been wearing. إذا حد هنا راه واضح ال present كيولي past، سواء simple أو لا continuous، وال present perfect simple كيولي past perfect simple. present perfect continuous، past perfect continuous. أوكي، دابا غادي ندوزو ال past، غنشوفوه كيفاش كيتحول، واللي هو ساهل بزاف لأن مفيش بزاف ديال التغييرات. إلا عطاك ال verb نهار الامتحان في ال past simple،
كيتحول past perfect simple. مثلا she wore a dress كترجع لنا she had worn a dress. إذن past simple past perfect simple. والpast continuous past perfect continuous. she was wearing she had been wearing. اوكي دابا غنشوفوا الباست بيرفكت سيمبل والباست بيرفكت كونتينيوس اللي ما كيتبدلوش. الا عطاك نهار الامتحان جمله وهي في الباست بيرفكت سيمبل مثلا شي هاد وورن غتردها لي انت في ريبورت سبيتش شي هاد وورن ما كيتبدلش صافي. والا عطاك الباست بيرفكت كونتينيوس مثلا شي هاد بين ويرين غتردها لي في ريبورت سبيتش شي هاد بين ويرين. اذا كنظن الباست راه واضح مزيان. past simple past perfect simple past continuous past perfect continuous. اما past perfect كيف ما عطاها لك تدولي. اوكي دابا غادي نشوفوا ويل اللي كنستعملوها الفيوتشر ودوك المودلز كيفاش كيتحولوا في ريبورتد سبيتش اللي عطاوهم لك في اون فراز. مثلا عطاك في الجمله الاصليه ويل انت غتحولها وود. عطاك وود غتخليها وود كيف ما هي. كان becomes could و could كتبقى كيف ما هي. may might و might كتبقى might. okay must becomes had to have to also becomes had to shall كترجع should. و إلا عطاك should في direct speech كتخليها ليه كيف ما هي في reported speech. إذن كنظن حد هنا واضح. الأمور غادية وكتوضح شوية بشوية. دابا غادي نشوفو كيفاش البيرسونال بروناونز حتى هما كيتغيرو في ريبورتد سبيتش. مثلا لعطاك I ما خاصكش تخليها I كيف ما هي في ريبورتد. كترجع يا إما هي أور شي. يو بيكامز يا إما I أور وي. وي خاصك تحولها they. ماشي عطاك انت جمله فيها اي وغادي دير ريبورتد سبيتش وتضبط التنس مزيان وغتقلب البريزنت سيمبل غتردو باس سيمبل وغتخلي اي كيف ما هي. لا اي ما كتبقاش يو وي صافي عقل عليها مزيان. نمشيو للانديريكت اوبجيكت اللي هي مي. مي الى عطاها لك في الامتحان مي انا كنقراها وكنعاودها لان ما مكتوباش تما مزيان ما واضحاش مزيان. مي في الدايركت سبيتش كترجع يا اما her او لهم. me becomes her or him. you becomes me or our. us becomes them. صافي دابا غنشوفو البوسيسيف ادجكتيفز كيفاش حتى هما كيتغيروا في الريبورتد سبيتش. لعطاك في الجمله نهار امتحان ماي ما تردليش ماي becomes his or her. صافي your كترجع my or our و our كترجع their. صافي دابا غنشوفو demonstratives اسماء ديال الاشاره. this becomes that these becomes those and here becomes there. So these are all the transformations that you can do while doing the direct while doing the reported speech. okay دابا غادي نشوفو حتى دوك الاكسبريشنز اللي كيتغيروا الاكسبريشنز اوف تايم اند اوف بليس. العبارات ديال الوقت ديال الزمان وديال المكان كيفاش كيتغيروا. for example if they give you now it should be then. ميمكنش يعطيك في الجمله now وانت غادي تركز غير في subject pronoun وغتركز في التنس كيفاش غادي تقلبهم وتنسى expressions of time and place. ما يمكنش. اذا now كترجع then. today that day. here there. this that. tomorrow the following day. اولا the next day or the day after. next week the following week. yesterday the previous day أو لا the day before. last week the previous week. ago previously or before. tonight كترجع that
night. اذا كنتمنى هذا الشيء ضبطوه وتسمع الفيديو وتعاود باش تضبط الامور. وهذا الشيء غير سمعتي غير الفيديو وانتبهتي ليه مزيان راه مستحيل ما تخدمش نهار الامتحان، راه امبوسيبل. ما كاينش شي حاجه هنا ما قلناهاش، راه حتى دوك التفاصيل البسيطه لا في الباسيف فويس ولا في ريبورتد سبيتش ولا في تنسز ولا في الفوكابيلري اللي درت فلاشان، ما كاينش شي درس خدمناه وما درتوش بالتفصيل الممل. كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.